بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم عن المحاضرة الثانية في موضوع التدريب والتنمية البشرية، وهي عنوانها التنمية الإدارية. هنتكلم عن التنمية الإدارية للمديرين وخاصة في شركات متعددة الجنسيات. المقصود بالتنمية الإدارية عملية واعية ومخططة منظمة دينامية شاملة تهدف إلى تغيير كل الأنشطة اللازمة لاختيار وتهيئة المديرين وإكسابهم المهارات والقدرات والاتجاهات التي تؤهلهم لأداء عملهم بطريقة أفضل من أجل نقل المنظمة إلى وضع أفضل لتحقيق النجاح والأداء التنافسي. طبعا في فرق بين التنمية الإدارية والثقافة الإدارية. الثقافة الإدارية بتعني ماذا نعرف نو وات، أما التنمية الإدارية فبتعني لماذا نعرف نو واي. هل في علاقة بين الاستراتيجية العامة للمنظمة والتنمية الإدارية؟ طبعا هناك علاقة كبيرة جدا بين النظام التدريبي وربط العملية التدريبية بأغراض وأنشطة المنظمة، وبالتالي كل ما ساعد هناك علاقة بين التدريب واستراتيجية المنظمة كل ما ساعد على تحقيق فعالية الأداء. طيب استراتيجيات المنظمة عديدة، في استراتيجية النمو والاستقرار والانكماش والتمييز وخفض التكلفة. هل يا ترى استراتيجيات التدريب واحدة في كل هذه الاستراتيجيات؟ ولكنها هنلاحظ انها تختلف في كل نوع من انواع هذه الاستراتيجيات. في شكل موضح، ايوه في هذا الشكل العلاقة بين أنواع الاستراتيجيات والمجالات التدريبية. في استراتيجية التركيز بيتم الاهتمام بزيادة الحصة السوقية وتخفيض التكاليف، وبالتالي إيه المهارات المطلوبة؟ مهارات بناء فرق العمل، التدريب، برامج المهارات والعلاقات الشخصية، التدريب على رأس العمل. طيب في حالة النمو الداخلي اللي هو بيشمل تنمية السوق، تنمية المنتج، الابتكار، المشروعات المشتركة، لا طبعا بيتطلب التدريب الثقافي، برامج الابتكار والتطوير، تنمية القدرات الفنية، برامج التفاوض وحل نزاعات العمل. طيب في حالة النمو الخارجي اللي هو بيشمل التحالفات والاندماجات وما إلى ذلك، طيب هنا بيتم الاهتمام بفرق العمل، الاهتمام بدراسة الثقافات البلاد المتغيرة وإلى آخره. طيب في حالة الانكماش، في الانكماش بيتم تخفيض حجم المنظمة، التحول إلى أنشطة أخرى. ففي هذه الحالة نحتاجين عدة دورات تدريبية للمديرين في التحفيز وإدارة الوقت والقيادة والاتصالات. فهنا الشكل ده أيضا بيوضح العلاقة بين رسالة المنظمة وأهدافها واستراتيجيتها، الأداء الحالي، الأداء المرغوب، الفجوة التدريبية، وبالتالي ما هي البرامج لسد هذه الفجوة التدريبية. طبعا هل في علاقة بين التدريب والتنمية الإدارية والميزة التنافسية للمنظمة؟ بشكل دراسات أثبتت أن هناك علاقة بين التدريب والاستثمار في التدريب والاستثمار في التنمية الإدارية والميزة التنافسية التي تحققها المنظمة. تعددت النماذج الخاصة بالتنمية الإدارية. هناخد يمكن نموذجين، نموذج يسمى نموذج التفاعلي للتنمية الإدارية، وبيركز هذا النموذج على التفاعل بين خصائص تطوير الأفراد وخصائص المنظمة، وبالتالي النتائج المطلوبة للأفراد والنتائج المطلوبة للمنظمة. نموذج التنمية الإدارية الاستراتيجية، وهذا النموذج بيوضح العلاقة بين التنمية الإدارية الشاملة وخطط التطوير الذاتية وخطط التطوير التنظيمي. واضح هنا التنمية الإدارية الاستراتيجية العلاقة بينها وبين التطوير التنظيمي، التنمية الإدارية الاستراتيجية خطط التطوير الذاتي، خطط التنمية الإدارية الشاملة للمنظمة. طيب ما هي أساليب التنمية الإدارية؟
في بصفة عامة في معظم الشركات، وخاصة في الشركات متعددة الجنسيات، تتعدد أساليب التنمية الإدارية: التنمية الإدارية في بيئة العمل، التنمية الإدارية خارج بيئة العمل، ويتطلب المتدربين يرسلوا إلى شركات أو منظمات متخصصة في التدريب، وبالتالي بتختلف أساليب التدريب خارج العمل عن داخل العمل. أساليب أخرى بقى للتنمية الإدارية زي إرسال المديرين في مهمات دولية، زيارات العمل أو الزيارات التمهيدية في البلد المضيف، أسلوب المحاكاة الثقافية. طيب، كل الأساليب السابقة دي بتهتم بتدريب المديرين على اكتساب عديد من المهارات، ومنها التوجه العالمي، بمعنى كيف يكون المدير ذو تفكير عالمي، يفهم أن العالم يتغير بسرعة ويطلب أن يكون تفكيره عالميا، يعني بمعنى أن think globally but act locally زي ما هو مكتوب أمامكم في العبارة، يعني كيف يفكر عالميا ولكن يتصرف في ضوء ظروف البلد التي يعمل فيها. القدرة على التعامل مع أفراد ذوي ثقافات متنوعة، التفكير الاستراتيجي، القدرة على إدارة التغيير، القدرة على إيجاد وتكوين أنظمة للتعلم وتغيير المنظمات، الإبداع وتحفيز العاملين، مهارات التفاوض، الفهم للثقافات المختلفة. تمر 4 مستويات رئيسية للتقييم. طبعا نتكلم عن تقييم التدريب، وده عنصر مهم جدا في برامج التدريبية. فكيف نقيم برامج التدريب الخاصة بالتنمية الإدارية؟ هناك عدة مستويات. المستوى الأول تعرف على ردود أفعال المتدربين نحو البرامج. المستوى الثاني قياس ما اكتسبه المتدرب من معارف ومهارات باستخدام الاختبارات قبل وبعد البرنامج. المستوى الثالث التعرف على تأثير التدريب على سلوك المتدرب بعد عودته للعمل لمعرفة مدى التقدم في العمل. قياس المستوى الرابع قياس نتائج الأداء التنظيمي واستدل عليه من خلال عديد من المؤشرات الكمية والنوعية. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.